أعتقد بعد التقرير ده لازم نتكلم عن الأجندة اللي داخل عليها الأهلي دي. الموسم اللي جاي موسم، خلي بالك إحنا بنتحط في مواقف بسبب الموسم اللي فات لحد دلوقتي. كيف تفكر لجنة المسابقات في رابطة الأندية واتحاد الكرة للخروج بالموسم إلى بر الأمان؟ شفنا وسمعنا كلام مستر كولر مع بعض، وهو بيقول إن لعيبة الكرة مش مكان، دول بشر ولازم ياخدوا أجازة وراحة طويلة، وهو بيحارب عشان ده طبعا. ولو تفتكروا الاهلي اعتذر عن عدم المشاركه في كاس الرابطه بقرار من مستر كولر، وهو كان قرار حكيم وسليم جدا، والنتيجه ان الاهلي هو بطل كل البطولات اللي شارك فيها. ورغم ده برضه في اجهاد وعدد مباريات كتير وفي وقت قليل جدا، يعني انت بتتكلم في مباراه متلاحمه وموسم ما خلصش لحد النهارده رغم ان الدوري خلص. طيب هل الرابطه واتحاد الكوره ولجنه المسابقات عندهم حلول للموسم الجديد؟ ده اللي انا نفسي اعرفه، ده اللي انا نفسي اعرف اجابته. انتوا بتتكلموا يا جماعه في موسم طويل قوي، والكاس الله اعلم هيبقى زي الكاس اللي فات هيكمل معانا في الموسم اللي جاي ولا لا. طب تعالوا مع بعض كده بقى ايه، نرحب بالاستاذ الكبير جمال الزهيري الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الكبير معانا في 7 دي سبورت، وعايزين يعني اولا بنرحب بيك يا استاذ جمال. الو استاذ جمال، طيب نرجع نكمل كلامنا على ما استاذ جمال الزهيري يكون معانا، هنجيبه تاني مع بعض. الفكرة كلها ان الموسم ده احنا في موسم طويل اصلا من الاول، ولولا ان الكابتن محمود الخطيب قرر انه يريح في نهاية الموسم اللي فات لعيبة النادي الاهلي الاساسيين، وبعد ما يعني تأكد ان الموسم انتهى بالنسبة للنادي الاهلي بشكل رسمي يعني او بشكل غير رسمي، لعبنا عدد ماتشات كبيرة جدا حوالي 9 أو 10 ماتشات بلعيبة ناشئين ولعيبة ما كانتش بتشارك طول الموسم. ده كان له تأثير كبير قوي، وشفنا أيمن أشرف الحلقة اللي فاتت معانا لما قال نصا أول قرار بالموسم اللي حصل الموسم دوت والموسم الذهبي للنادي الأهلي ده كان من أول الأجازة اللي ادها كابتن محمود الخطيب لعيبة الأهلي. ده لعيب كورة اللي بيتكلم، لعيب وكابتن فرقة، وفي نفس الوقت أنت بتتكلم على موسم إحنا كنا بنلعب كأس الموسم اللي فات لحد من أسبوعين ثلاثة، لحد الشهر اللي فات تقريبا يعني. تعالوا نتناقش مع الاستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي الكبير والكاتب الصحفي الكبير، اهلا بحضرتك معانا في 7 دي سبورت. اهلا بيك، ازيك يا عبد الرحمن، ازيك اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. تمام الحمد لله. ربنا يخلي حضرتك. عاوز ابدا مع حضرتك رايك في الموسم الذهبي للنادي الاهلي والفوز بكل البطولات مش بس في كره القدم بس، وانما في حقيقه في مختلف اللعبات الجماعيه والفرديه الاهلي بطل الموسم ده. ده حقيقي، لانه لو حسبناها حتى بالورقه والقلم هتلاقي كره القدم كل البطولات النادي الاهلي خدها. ثانيا البطولات الالعاب الاخرى، يعني عدد البطولات اللي ما خدهاش النادي الاهلي ممكن 7، انما البطولات بوجه عام كده يعتبر النادي الاهلي هذا الموسم فعلا زي ما انت قلت هو موسم ذهبي، لانه حصل على كل البطولات اللي ممكن يحصل عليها. يعني اتفرجنا على مدار الموسم في كل اللعبات، وطبعا لان كره القدم هي الشعبيه الاولى يعني، او الشعبيه الاكبر في كل اللعبات. هي الشعبيه الاكبر، ف يعني هبتدي بيها هي 5 بطولات في 10 شهور مع مدرب المفروض لاول مره مستر كولر بيتولى تدريب الفريق. فيعني حتى اذا كان هناك بعض المشاكل الفنية إلا إنه هو قدر يتغلب عليها وقدر يتعامل من خلال وجود بعض الملاحظات الفنية اللي هو نفسه أعلن مع بداية توليه المسؤولية إن دي حاجات ممكن تعطله. مع ذلك ما استسلمش لهذا الأمر وكمل، وقدر إن هو يتغلب على هذه المشاكل الفنية، سواء بإعادة توظيف لاعبين في مراكز غير مراكزهم او تطوير اداء لاعبين كانوا بعدوا عن مستوياته. مع حضرتك كل الحق طبعا، شفنا بيرستاو وحسين الشحات لعيبه كتير جدا زي ما حضرتك بتقول تم تطوير ادائهم مع مستر كولر. محمد هاني بالظبط كان مستواه بعيد جدا، ومع ذلك قدر ان هو يعني يعيده الى المستوى. مظبوط. وهذا يحسب ايضا لمحمد هاني ان هو استجاب وقدر يرجع، وطبعا مع ثبات مستويات بقى علي معلول، عندك ياسر ابراهيم رجع بشكل قوي جدا طبعا، بالاضافه لوجود محمد عبد المنعم. يعني حقيقه كل المقومات، عدم وجود مهاجم
اللي هو راس الحربه الصريح، ومع ذلك برضه قدر يتغلب على هذه النقطه. ما حضرتك حق طبعا. فهو بالتاكيد موسم اكثر من رائع للنادي الاهلي.